عندي 250 غرام نتاع زبده هنا طريه. عندي هنايا شوفوا مغرف كبيره هنا تاع لاباني. عندي كاس تاع السكر سيبك بلاص. عندي حبه بيض وعندي هنايا صفار تاع حبه بيض. عندي صفار تاع حبه تاع زوج صفار بيض زيد لهم شوفوا نص كاس تاع الزيت. كاس تاع الزيت عندي هنايا نخلط. بعد ما ولانا الخليط نتاعنا رطب ويولي بوماد يعني رطب بزاف، هنايا جبت الفارينه وراني نخلط فيها نغربل فيها عفوا. هنايا عندي كيلو تاع الفارينه راني نغربل غير على دفعات غير بشويه بشويه ونخلط بهذيك الملعقه هكذا ونزيد نغربل ونخلط. هنا الفارينه تاعنا عندي تقريبا كيلو، بقالي كيلو هذاك تاع الفارينه بقالي منه شويه، ما باكاس ما كاينش كاس هكذا اللي باقي. هنا كنت نخلط الفارينه وزدت هذاك الكيس تاع الخميره اللي هو 10 غرام وزدت نخلط مليح هذيك حتى هذيك لاباط نتاعنا ما نخليوهاش تنشف لنا حتى تولينا يابسه ولا تقعد رطبه. يعني دوك تشوفوا القوام نتاعها كيفاش. هنا راني مازال نخلط وغير بشويه باش ما الفارينه ما تغبنيش. هنا هذه هي النتيجة اللي خرجتها. شوفوا كما قلت لكم دخلت تقريبا كيلو تاع الفارينه والقاوه نتاعها هذاك هو جا رطب ومليح. نخليها واحد ربع دقائق ولا تريح غير بين ما هكذا. شوفوا الفارينه تاعي بقات غير واحد شويه برك من الكيلو. من بعد اللي ريحت لي هذيك ربع دقائق ولا خمس دقائق ما يعني ما تخمر ما والو غير تريح، قسمت العجينه تاعي ونجي نقسمها غير بشويه هكذا. حطيتها على الرخامه وراني درت لها البلاستيك من الفوق وراني رايحه نحلها غير بشويه. السمك تاع العجينه تاعنا تاع الصابلي انتيا وتحب، كاين اللي حبه شويه خشين وكاين اللي حبه. انا درته كيما نقولوا نص بنص، ما هو رقيق ما هو خشين. دوك تشوفوا السمك تاعها دوك نوريه لكم من بعد. هنا راني نحل في العجينه غير بشويه ونقول لكم خوتي وخواتاتي وبناتي ولادي الا وصلتوا لهذا الحد هنايا غير بغيت نفكركم باش ما تنساوليش هذاك الجام باش تحطوه لي وباش تحطوا لي واحد الكومونتير يكون شباب. وتانيك الله يخليكم كملوا لي لا فيديو حتى التالي غير باش ينحسب لي لا فيديو باش طلعوه لي شويه وربي يحفظكم ان شاء الله. هنا مازالني راني نحل، انا نخدم غير بالعقل هكذا غير بشويه. شوفي السمك تاع العجينه تاعي اللي خليته كما نقولوا ما جا رقيق ما جا. هنا هذا الطابع نتاع، انا اختاريت هذا الطابع نتاع الصابلي ودرت بهذاك، ما درتش بهذاك المشرشف، درت غير بهذاك اللي سامبل الجهه اللي سامبل لخاطر راني رايحه نلصقه ونديكوريه يعني نغلفه بالكاوكاو، لهذا ما نديرش هذاك المشرشف مكان له. انا نكمل الصابلي تاعي حتى نكملو كامل على مره واحده كلش نكملو باش نحطو في السني. لما نحطو في السني نولي نتقب فيه، سما نتقبو الجهه اللي نتقبهم هادوك يكونوا في وسط السني باش ما نتعذبوش وباش ما تنحللناش الحبه تاع الصابلي تاعنا. هذيك الحبه تاع الكاطو تاعنا كنا نرفدوها في النار كنت تعرفوا تغبلنا شويه ولا تفسد لنا ولا تعواج. انا جبت هذيك ستاتيله هذيك غطستها في الفارينه وليت نجبد في الحبه تاع الصابلي تاعنا. شوفوا هنايا صابلي يجي على حبه واحده وهذا الصابلي هذا خرج لي ناجح. هذه هي الوصفه اللي راني معتمده عليها دائما. هنا راني نحط فيه كما قلت لكم كامل حتى نكملوا على مره واحده ومن بعد عاد نولي نتقب كما راكم تشوفوا. نحسب كي نكمل البلان تاعي نولي نحسب النص اللي نخليه
الحبه هكداك والصف الاخر اللي موراها نحسبه ونولي نتقب، يعني نتقب تمتم باش تجيني سهله وخلاص. وهذوك العجين اللي شيت لي شيت هذوك عاود نولي نلمهم ونولي نعاودهم نعاود نحلهم. هنا هاني طيبته حتى كملت على خاطري كامل وطيبته، والطياب تاعه توقفوا عليه يعني ما تخليوهش يحمر بزاف، اللون اللي يكون عندكم مليح دوري هذاك. وهنا عندي شويه تاع الشوكولا كانت عندي دايبه غير كيما نقولوا سخنتها شويه برك واحد 50 غرام ماشي بزاف هذا ما كان، درتها في هذيك القمع هذاك جوطاب وتقبتها وراني نزيكزاكي في هذاك عفوا نزيكزاكي بالشوكولا تاعي في هذيك الحبه تاع الصابلي اللي متقوبه اللي تجي على الوجه تاع الحبه تاع الصابلي. انا خليتها برك واحد 5 دقائق ولا 10 ما با 10 دقائق هكذاك نشفت لي الشوكولا. كي نشفت لي الشوكولا جيت ندير لها هذاك الديكور، كل واحد واش يبغي الديكور تاع صابلي فيه انواع الحاجه اللي سهله الواحد يديرها واللي عندك في الدار موجود. انا درت هذاك شوفوا ما كثرتش الكونفيتور، عندي كونفيتور تاع مشماش، لصقت الحبه مع الحبه تاع الصابلي. وهنا راني مسحت بهذيك الفرشات هذيك ولا الشيته هذيك، هاني لصق بعد لي درت غير شويه تاع كونفيتير غير مسحت بها الدائره تاع الكاطو وراني ندير في الكاوكاو. هذاك الكاوكاو عندي محمص حمصته مليح مليح ورحيته نص رحيه. وهذا هو الديكور نتاعنا تاع الصابلي، والمهم في الدوق تاعه جا روعه. والصابلي تاعنا كيما تعرفوه كي نديروه في بطا ونغلقوا عليه هذاك وين يزيد يطرى ويزيد يحلى ويزيد البنه تاعو تولي بنينه اكثر واكثر. الصابلي في حاجه مليحه ما يفسدلكش يصبر معاك شحال من يوم تقعد لك في البطا هكذاك ويزيد يطرى. هذه هي هذا هو الصابلي تاعنا وهذا هو الفيديو تاعنا. شوفي خرج متحوف وخرج الشباب والفيديو تاعنا والصابلي تاعنا هذا هو. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله يا ربي يكملوا معنا لا فيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله ونقول لكم بالسلامه عليكم وتهلاو في رواحكم.